العيون الساهرة بداخل مدينة تعز تواصل حراستها للمدينة وسكانها، وتمد يدها للقضاء على العصابات الخارجة على القانون بمطاردة الأفراد والخلايا المتهمة بالإرهاب وتجفيف منابع ومصادر تمويلها والقضاء على مصادر قوتها. ضبط مجموعة من المتفجرات والألغام والعبوات الناسفة، وكذلك المواد التي تستخدم في صنع هذه العبوات والألغام. اليوم تم مداهمة وكر جديد كان يستخدم كمخزن للعتاد والمتفجرات من قبل هذه الجماعة بمنطقة العرضي شرق المدينة من قبل قوات الأمن، وتم وضع اليد عليها ومصادرتها كغيرها من المخازن السابقة التي تم اكتشافها خلال الأسابيع الماضية. وإن شاء الله مستمرون وفي التحري والتقصي مثل هذه المواد الخطرة على المواطنين والساكنين في المربع الأمني الشرقي، ونعدكم إن شاء الله بموافاتكم بما يستجد من هذه المواد. وأيضا ماضون ومستمرون في متابعة والجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون التي تقوم في تصنيع مثل هذه المواد المتفجرة. القوات الخاصة والشرطة العسكرية والأمنية يعملون ليلا ونهارا على حراسة المدينة من الداخل، مثلما يبذل الجيش الوطني كل جهده على حراسة المحافظة من الخارج، بعمل تكاملي تحت راية الوطن والشرعية والحفاظ على ممتلكات الدولة وهيبتها في وجه العصابات والميليشيات على السواء.